لو الحكاية فيها إن فيدي قعد عمل 4-5-6 اجتماعات مع المساعدين ومع مجلس الإدارة، اختار معاه حمد الصافي وكابتن نهاد شحاتة، اختار معاه دكتور وأخصائي علاج طبيعي ومدلل، اختار معاه اللي هو الإداري، أصبح في التيم بيقود التيم دوت بالمباريات. بنسعى دلوقتي لعمل مجموعة من المباريات خلال يوم أو يومين هيجينا، ما عندناش أي يعني حاجة متأخرة. احنا كاتحاد بنسدد ضرايبنا، بنسدد نقاط مياه رياضية، بنسدد عقود الشلات، بنجيب الملابس الرياضية بتاعتنا، ما فيش حد بيطالبنا بشيء على طول. حتى الاوتيلات اللي بننزل فيها اللعيبة بنسددها أول بأول. احنا كل مشاكلنا القائمة في الاتحاد مش بتاعتنا، مصدرة لينا. انا استلمت للاتحاد، احنا كلنا الضرايب مش مرفوعة من 2004-2005 لا على الموظفين ولا على المدربين. نقاط مياه رياضية مش مرفوعة، الملابس بتاعة السنين اللي فاتت مش مرفوعة، ومبالغ كبيرة جدا عشان بس افهم. التأمينات اللي بنوصلهم مش مرفوعة، فأنا يعني طبعا فلوس مدربين مش مرفوعة، فلوس حكام مش مرفوعة. احنا الإعانة بتاعتنا كلها 600-500-600 ألف جنيه، والمديونية داخلة 8-9 مليون. طب ازاي شيء كأي بطولة رسمية احنا بنيجي ننظمها عندنا الكوادر على أعلى مستوى؟ ده اللي هو الحاجة اللي إن شاء الله هنفتح باب الأسئلة تبدأوا تتكلموا فيها. ده إنجاز من الإنجازات. لما جبنا البطولة جبناهاش هنا بقى في الاستاد، جبناها في حاجة مصر بتستغلها. الموضوع الثاني، انتوا عارفين طبعا من الأزمات اللي قطمت وسط كرة الطائرة في جمهورية مصر العربية الدولة العالمية. كل ان مصر بعدت عن الدولة العالمية، مصر نزلت بالباراشوت تحت فنيا. بذلنا مجهود كبير جدا 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 لغاية لما انا مسافر ان شاء الله يوم الاربعاء، هحضر اجتماع الاتحاد الدولي واخد تفويض بعودة مصر للدوري العالمي. عودة مصر للدوري العالمي معناها نهضة او رجوع كرة الطائرة المصرية لوضعها الطبيعي. يوم الخميس الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي، وبعتنا الجواب بالموافقة على جميع الشروط. هم مشترطين 60 ألف دولار، مشترطين ان الاتحاد الاذاعه والتلفزيون انه لازم ينقل جميع الماتشات، طبعا لازم موافقه مجلس الاداره ولازم موافقه الوزاره. الوزاره كانت موافقه من اول يوم، ومجلس الاداره وموجودين يعني في تهاني وفي كابتن نور وفي انا في الحكم العالمي طبعا اللي معانا كابتن ناصر شعبان، في حكمنا الدولي كابتن علي السداوي، الكل سواء فني او فني اداري يعني كلهم في الملعب ايديهم. فالراجل اختار 28 لاعب قسمهم لمجموعتين وما قسمهمش بالتساوي، هيمرن اول 10 ايام على فترتين، كل فتره كل مجموعه فتره.